بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه ونشكره ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، معشر الصائمين، هذه دقائق في هذا المجلس المبارك في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، أول أيام العشر الأواخر من شهركم المبارك، هذا شهر رمضان، نقضي فيه دقائق للحديث عن أثر الصيام في تزكية النفوس. وبين يدي هذا الموضوع أمور ثلاثة يحسن التنبيه عليها. أولها أن الله جل جلاله جعل تزكية النفوس في شريعة الإسلام مطلبا عظيما، والمراد بتزكية النفوس تطهيرها وتنميتها، فإن التزكية في اللغة ترجع إلى هذين المعنيين، الطهارة والنماء. فيقال زكى الثوب إذا كان طاهرا، ويقال أيضا زكى الزرع إذا نما. فمن معنى الطهارة والتنمية جاء معنى تزكية النفوس، والمراد بها العناية بتخليصها من شوائبها وعلاجها من آفاتها وتطهيرها من أدناسها وأسقامها وأدوائها. فإذا صحت النفوس وصلحت وطهرت زكت ونمت وارتقت. فتزكية النفوس يحمل هذين الأمرين، تطهيرها من ذنوبها وآفاتها وأمراضها، ثم ارتقاؤها في سماء الإيمان وعلو شأنها وارتفاع قدرها عند خالقها سبحانه وتعالى. معنى تزكية النفوس الذي جاءت به النصوص الشرعية يتأكد على هذين الأمرين. ومن ثم فقد جاء الحث في شريعة الإسلام على العناية بتزكية النفوس. وقد أقسم الله جل جلاله في كتابه الكريم 11 قسما متواليا لم يجتمع مثله في القرآن عددا وكثرة، وكان المقسم عليه تلك القضية العظيمة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والقسم في سورة الشمس بذلك العدد الكبير المتوالي للدلالة على عظمة المقسم عليه. أقسم الله بالشمس وضحاها، وبالقمر إذا تلاها، وبالنهار إذا جلاها، وبالليل إذا يغشاها، وبالسماء وبما بناها، وبالأرض وبما طحاها، وبالنفس وبما سواها. فجعل ذلك القسم كله للتأكيد على تلك القضية الكبرى والأصل العظيم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن هنا أيضا جاءت التزكية لنفوسنا معشر المسلمين مطلبا تتأكد به شريعة الإسلام وتحث عليه، وهو يأتي في مقابل تدسية النفس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا كانت التزكية تطهير النفوس وتنميتها وازديادها في الإيمان والعمل الصالح والتقى، فإن تدسية النفس تخبيتها وإخفاؤها، وكذلك دفنها بما يحف بها من الذنوب والمعاصي والبعد عن الله جل وعلا، فتنطفئ فيها جذوة الإيمان وتخبو ويستحوذ عليها الشيطان، فتحيط بها ظلمات كأنما دفنت تحت التراب. هذا المدخل الأول لمعنى تزكية النفس والذي جاءت به النصوص الشرعية، وقد أمر الله عز وجل العباد بقصد هذا المعنى الكريم لتكون النفوس المؤمنة صالحة لاستقبال الوحي عن الله والاستقامة على شريعة الله، لتسكن غدا الجنة في رضوان الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يصلح له إلا النفوس الزكية التي اعتنت بتزكيتها. هذا كان أولا في معنى تزكية النفوس. ثانيا، شريعة الإسلام التي اعتنت بالتزكية جعلت بعثة الرسل عليهم السلام قائمة على هذين الأمرين: تعليم الوحي وأحكام الشريعة وتزكية النفوس. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
وبعثة نبينا صلى الله عليه وسلم التي جاءت بتزكية النفوس مع تعليم الوحي والشريعة كانت استجابة لدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، فإنه لما بنى الكعبة ودعا الله عز وجل قال: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قال أهل العلم: لأن العلم الشرعي وهو علم والوحي ونور ما جاء من الله عز وجل لا يصلح للنفوس إلا إذا كانت زاكية، فأما إذا كانت النفوس مظلمة وكانت منطفئة وكانت معتمة فإنها لا تستقبل الوحي ولا يصلح لها. فالقلب كالآنية، إذا طهرت استقبلت ما يودع فيها من النفيس والثمين وما يليق مما وصف به الوحي الكريم. فجاءت بعثة الرسل عليهم السلام لأجل تزكية قلوب العباد وتعليمهم ما جاء عن الله عز وجل، وبالتالي قامت شريعة الإسلام على هذين المعنيين معا: التعليم والتزكية، تعليم الوحي وأحكام الشريعة وتزكية النفوس. ولن يستقيم للعبد سيره إلى ربه عز وجل إلا إذا استقام له هذان الأمران: أن يعتني بنفسه تزكية، وأن يعتني بالشرع تعليما وتفقها وأخذا بأحكامه ليصح له الطريق ويعرف مساره إلى ربه وخالقه ومولاه. بعث الله نبينا عليه الصلاة والسلام بالأمرين معا، فكيف جاءت تزكية النفوس في الشريعة؟ جاءت من أجل أن نستبين الطريق، ومن المتأمل في أحكام الشريعة يجدها جاءت كذلك مشتملة على الأمرين: أليس في العبادات في الإسلام عبادة القلوب؟ أليس فيها الحث على طهارة القلوب وتنميتها؟ فكل عبادات القلوب من خوف ورجاء ومحبة وتوكل وصدق توبة واستعانة وندم وتوبة وأوبة، كل ذلك من أعمال القلوب التي تزاحم أضدادها من آفات النفوس كالكفر والشرك والرياء والحسد والبغي والكبر والعجب بالنفس، تلك أدواء وأمراض وأسقام، فهذه تصارع تلك، والنفس الزكية هي التي طهرت من تلك الآفات فسمت وتخلصت من تلك الشرور والأسقام والأمراض فصحت وتعافت، وإذا زاد فيها رصيد الخير ارتقت في سماء الزكاء والنماء حتى تبلغ أعلى الدرجات في مراتب الأتقياء والأولياء. فشرعت أحكام الشريعة على هذين الركنين: تعليم الأحكام والتفقه فيها والدراية بها، والعناية بتزكية النفوس وصلاحها واستقامتها. أعني أنه ليس يكفي العبد أن يستقيم على أحكام الشريعة بأداء العبادات والاقتصار على مظاهرها ما لم تكن هناك عناية بالالتفات إلى مقاصدها وحظوظ النفوس والقلوب من تلك العبادات. فإنك مثلا عبد الله إذا قمت تصلي، فإنك تصلي بأداء الأركان والواجبات والسنن، وهذا كله أداء للهيئة الظاهرة للعبادة، لكنها ما لم تكن مصحوبة بعبادة قلبك في تلك الصلاة التي وقفت فيها ببدنك وركعت فيها بصلبك وسجدت بوضع جبهتك على الأرض، ما لم يصحبها عبادة قلب يكون حاضرا قياما وركوعا وسجودا بخشوع وعناية، لم تعنى بالصلاة كما ينبغي ولم تؤدها على الوجه الذي طلبت لتكون محققا لحظ بدنك من تلك العبادة بالهيئة الظاهرة ولحظ قلبك ونفسك، فإن للقلب أيضا عبادة يشارك فيها البدن في كل العبادات التي شرعت لنا معشر المسلمين. ولأجل ذلك وصفت النفس في القرآن الكريم بثلاثة أوصاف: نفس لوامة، ونفس أمارة بالسوء، ونفس مطمئنة، وأعظمها النفس المطمئنة. ولأهل العلم قولان: هل هي ثلاثة أنفس للبشر وأنت صاحب لواحد منها، يعني إما أن تكون نفسك مطمئنة أو لوامة أو أمارة بالسوء، هل هي ثلاثة أنواع للنفوس البشرية متوزعة بين بني آدم فيصيب بعضهم النفس المطمئنة ويصاحب بعضهم نفس اللوامة ويكون آخرون والعياذ بالله يصاحبون النفوس الأمارة بالسوء، أم هي نفس واحدة ذات أوصاف متعددة
تتناوب عليها الأحوال تارة وتارة، وهذا الأرجح الذي عليه الأكثر. فالنفس واحدة لكنها تارة تكون مطمئنة، وتارة تكون لوامة، وتارة تكون أمارة بالسوء. وإنما النفس بسياسة صاحبها وقيادتها وما الذي يوجهها إليه. والنفس المطمئنة التي اطمأنت بشرع الله واستجابت وانقادت فهي تعيش طمأنينة وراحة وأنسى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأما النفس اللوامة فتلك التي لطالما تلوم صاحبها على التقصير والتفريط. إذن صاحبها ذو تفريط وتجاوز وإهمال وتقصير، لكنها تلومه كثيرا فما يزال فيها بقية خير، تقوده نحو الصلاح وتلومه وتوبخه إذا ما وقع من الأخطاء والمنكرات والتجاوزات. أما النفس الأمارة بالسوء فتلك نزغة الشيطان، وتلك الوساوس والخطرات، وتلك النفوس التي تقود أصحابها نحو المخالفات وتجاوز حدود الله جل وعلا. إذا تبين ذلك يا كرام، فإن المقدمة الثالثة تقول: لما شرع الله عز وجل شريعة الإسلام جعل الأحكام كلها متوزعة على أداء هيئات ظاهرة للعبادة، وأخرى لها حظها من تزكية النفوس. وهذا مطلب، لأن الشريعة أرادت من العباد أن يزكوا أنفسهم ويرتقوا بها في سماء الإيمان ليكونوا عبادا مخلصين لله أتقياء، وذلك من أصل التوحيد. فإن التوحيد تزكية للنفوس. قال الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وفي تفسير الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما من رواية أبي طلحة عنه قال: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، قال: الذين لا يقولون أو لا يذكرون لا إله إلا الله. فعاد أصل التوحيد تزكية للنفوس، فأبعد النفوس عن التزكية البعيدة عن الإيمان بالله، النفوس المشركة الكافرة بالله التي ما عرفت حق خالقها ولا انقادت للتوحيد له سبحانه وتعالى. وكذلك قال الله عز وجل في الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي تزكية كذلك للنفوس البشرية. وفي الصيام قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى طريق يحصل به تزكية النفوس وتقود إليه، وسيأتي الحديث بعد المقدمات عن هذا تحديدا. وفي الزكاة قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. في الحج قال الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أما رأيتم أنها سمو أخلاقي وتزكية للنفوس. ثم قال في الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهكذا ستقول في سائر أحكام الشريعة، تأتي بالشقين معا بهيئة ظاهرة تؤدى بها العبادات، وبتزكية للنفوس تجد القلوب بها حظها من تلك العبادات، ليستقيم للعبد ببدنه وقلبه بروحه ونفسه الاشتراك في تلك العبادة ليؤديها، فتنال النفس حظها من تلك العبادات. وإذا ما تأملنا في كل تلك العبادات وجدناها غير مقتصرة على الهيئات الظاهرة، والصوم كذلك أحدها. إذا تبين بهذه المقدمات الثلاث أيها الكرام أن التزكية تطهير ونماء، وأن الشريعة قررت تزكية النفوس والعناية بها وشرعت أحكام الشريعة على وفقها، وتبين كذلك أن شريعة الإسلام تحث العباد على تزكية النفوس، وأنه لا انفكاك لعبادة العبد لربه عن إشراك قلبه ونيل حظ نفسه من تلك العبادات، تقرر عندنا أن الصوم وهو من أجل عبادات الإسلام بل ركن من أركانه العظام، أيضا لا يمكن له الانفكاك في عبادة الصوم، لا يمكن الانفكاك عن ما نؤديه في الصوم أيها الصائمون من الهيئة الظاهرة بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات، وبين وصول النفوس إلى تقواها لله عز وجل، وبين الحصول على تزكية النفس بعبادة الصيام. هنا فقط
تفهمون قول الحق سبحانه في آية فرضت فيها عبادة الصيام، يقول فيها سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إنه التصريح بعلة الصوم وحكمته والمقصد من تشريعه لعلكم تتقون. أراد الله بأن يصوم العباد ليكونوا لله أتقياء، أراد الله أن نصوم شهرا كل عام 30 يوما نتدرج فيه في عبادة تؤدى فيها هيئة ظاهرة مع هيئة باطنة توصل العبد إلى تقوى الله، فكيف ذلك؟ هذا هو الحديث، أثر الصيام في تزكية النفوس. اليوم يا كرام نحن على مطلع العشر الأواخر من رمضان، تم لنا الثلثان، فالسؤال: ما حظنا من قول الله لعلكم تتقون؟ أما وقد صمنا 20 يوما ونحن على إتمام 21، ما الذي بلغته نفوسنا من التقوى؟ أي معنى لتزكية النفوس وجدناه؟ كيف يكون الصيام محققا للتزكية التي يراد لأهل الإسلام في كل عام أن تغتسل قلوبهم وأن تتطهر نفوسهم وأن تزكو بعبادة الصيام، هذه العبادة الجليلة التي أحبها الله واستأثر سبحانه وتعالى بجزاء تلك العبادة لأصحابها؟ كل عمل ابن آدم له الصوم، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. كيف يبلغ الصوم بصاحبه إلى تزكية نفسه؟ كيف تكون التقوى في طريق الصائم يصل إليها بعد 1 و2 و3 و10 و20 يوما؟ كيف يبلغ درجة الأتقياء؟ كيف يصل العبد إلى هذا المعنى الكريم؟ ها هنا يا كرام 3 مداخل نحقق فيها بالصيام تزكية لنفوسنا، وينبغي أن تكون نصب أعيننا وأن نعيش كل يوم يمر علينا من رمضان هذا المعنى الكريم، وعلينا أن نطرق تلك الأبواب فإنها مداخل. ومن لم يأتها يخشى أن يكون صومه أجوفا، يخفى أن يكون الصوم مجردا بعيدا عن حظ النفس، فصام إن صام صوم ظاهر، صوم طعام وشراب وسائر المفطرات، لكن نفسه ما زالت مفطرة غير صائمة، ما حققت المعنى الذي من أجله شرعت عبادة الصيام في قوله سبحانه لعلكم تتقون. أول هذه البوابات 3 الصوم نفسه في عبادة يمسك فيها الصائم عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، فإن الصوم فيه جوهر نفيس وحقيقة فريدة تعين على طهارة النفوس وتزكيتها. ذلك أن الصائم قد خلا جوفه وجاعت بطنه وضعفت قواه، وهذا أحد المآخذ التي تغلق فيها الأبواب في وجه الشيطان لئلا ينفذ منها إلى قلبك يا ابن آدم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال عليه الصلاة والسلام، فإذا ضاقت مجاري الدم وعروقه في الجسد بالصيام فضعفت القوى وخارت، ووجد البدن إنهاكا لجوع وعطش وطول نهار وقلة ما يتناوله مما تنشط به الأبدان، كان ذلك تضييقا لمجاري الشيطان، وهذا ما يجده الصائم في صيامه من قلة الخطرات ووساوس الشيطان التي تغشاه في غير حالة الصيام. فللصوم جوهر وله حكمة وسر، هو ذاته معين على تزكية النفوس. والصائم أيضا يجاهد نفسه في الإمساك عن تلك المحرمات التي يمكن أن تقوده إلى هتك حرمة الصوم أو أن يقع في شيء من المفطرات. يوسوس له الشيطان بأن يفطر بغير عذر فينتهك حرمة الصوم فيدفعه ويقول أنا صائم، وعندئذ هذه جولة من جولات الظفر على الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى، وهذا معنى جليل وجده الصائم بصومه. لفت إلى هذا المعنى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لما قال: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه امرؤ أو شاتمه فليقل إني صائم. أرشد عليه الصلاة والسلام إلى التسلح بسلاح الصيام لدفع نزغات الشيطان، وأن يكون بوابة يحتمي خلفها الصائم بصيامه. فالصوم إذن في ذاته طريق للتزكية
ونماء النفوس وطهارتها وتقويتها فهو درع حصين تتقوى به النفوس المؤمنة. البوابة الثانية والمدخل الآخر للصيام الذي يجد به المرء طريقه إلى تحقيق التزكية وتقوى الله عز وجل ما يحتف بالصوم للصائم في أيام رمضان من العبادات التي تؤازره وتشد عضده وترتقي به في سماء الإيمان وتزكية النفوس. فإن الصائم لا يخلو في صومه من قربات يتقرب بها إلى الله، فهو صائم يجد نفسه أنشط في طريق الطاعة وأقرب إلى العبادة، لا يخلو من قراءة قرآن وذكر لله والمحافظة على كثير من النوافل والمستحبات أورادا وأذكارا وصلوات نوافل، وربما كانت صدقات وبر وإحسان، وربما كان أيضا عفو وتجاوز وإحسان إلى الخلق وسعي في تفريج كربة ومساهمة في تفطير صائمين وغيرها من وجوه البر والصلة والإحسان التي يستثمر فيها الصائم أيام رمضان رجاء العفو والمغفرة واغتنام فضيلة الشهر فيسارع في الخيرات. تلك العبادات معشر الصائمين لكل واحدة منها حظها في تزكية النفوس، وقطرة مع قطرة يجري السيل في مجراه، فتجد النفوس من تزكيتها ونمائها وطهارتها ما لا تجده في غيره. فكان الصوم كنهر جار شاركت فيه كثير كثير من الأودية التي تصب فيه، فكان جريان معنى التزكية في النفوس أقوى وأتم وأكثر عونا للعبد. وفي أيام رمضان يعيش العبد تحديدا صيام النهار وقيام الليل وورده من القرآن ومساهمته في عديد من وجوه البر والخير والإحسان مع دعوات يجتهد في اغتنامها وخلوات بربه وتأملات فيما يتلو من كتاب الله وما يسمعه، وهو بذلك يحرك معاني الإيمان وتتدفق فيه ينابيع الخير والإحسان، يجد لكل ذلك أثره ولا بد في تزكية النفوس. فكان الصوم وحده ثم الصوم وما يؤازره من العبادات التي تحيط به وتردفه وتعينه كان كل ذلك عونا للعبد على بلوغ مرتبة من تزكية النفوس أتم وآكد. أما البوابة الثالثة والمدخل الذي يكون به الصوم عونا للعبد على تزكية النفوس مؤثرا في تحقيقها فهو الالتفات إلى موانع التزكية وخوارمها وسد أبوابها والحذر من أن تكون تسريبا لما يرجده العبد من رصيد من التقوى والتزكية تنفذ عبر تلك الموانع التي يحرم بها المرء من تزكية النفس. والمقصود بها كل المخالفات والمعاصي الشرعية التي تسلب العبد معنى حلاوة الإيمان والتي تحرمه من لذة العبادة والتي تفوت عليه أثر تلك العبادات في تزكية النفوس. والله عز وجل كريم، ومن تقرب إليه أكرمه، ومن تطهر بقلبه مقبلا على الله وجد زكاة نفسه. لكن ما حيلة امرئ مع كل ذلك لا يزال يقع في تلك المستنقعات من الذنوب والمعاصي والآثام فتتلطخ النفس، فهو كلما طهرها وزكاها عادت فتلوثت بتلك اللوثات وتأثرت بتلك المخالفات والمعاصي والتجاوزات الشرعية. يا كرام، قلوبنا ليست حجارة صماء، هي أرق ما تكون، وهي من التأثر الشديد بمكان بحيث إن الذنب ليؤثر فيها. وقد بين المصطفى عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا نزع وتاب واستغفر صقل قلبه، فإذا عاد نكت في قلبه نكتة سوداء، حتى قال عليه الصلاة والسلام حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لأنه شديد المعاهدة بالتوبة والاستغفار ومجاهدة النفس، فغدا قلبه أبيض صافيا كالمرآة. وقال في الآخر وقلب كالكوز مجخيا أسود كالكوز مجخيا، يعني أصبح منكسا والعياذ بالله. وصفه فقال عليه الصلاة والسلام
قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني أصبحت وقد تراكمت عليه النكت السوداء أسود ملبدا بالسواد، قد أعتم وأظلم فلا ينفذ إليه نور الطاعة، حتى وإن عبد الله وإن أطاع الله ما زالت حجبات الذنوب الكثيفة وظلامها الدامس محيطا ما لم يجتهد في إزالة تلك الحواجز وغسل ذلك القلب من الران الذي أحاط به. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذا طغت الذنوب وأظلمت القلوب فعندئذ أصبحت والعياذ بالله معتمة لا تدل طريق الخير ولا تفرق بين حق وباطل. إذن فالصوم والعبادات المؤازرة له معشر الصائمين أعون ما تكون على تطهير القلوب وتزكيتها، لكن الذنوب والمعاصي والمقترفات السوء كل تلك خوارم للتزكية وموانع تحول بينها وبين أثرها في النفوس. فإذا صام العبد ووقع في معصية وقرأ القرآن وأصاب ذنبا وقام الليل وغشي معصية فإنه يفوت أولا بأول كل ما كان سببا في تزكية نفسه، فيكون كالتاجر الذي كلما ربح شيئا أتلفه، وكلما حصل مالا أنفقه، وكلما وجد خيرا أفسده، فلا يجد أثرا. يصوم يوم يصوم ويتم يوما من رمضان وعشرة أيام وعشرين يوما وشهرا بأكمله، ثم يخرج من رمضان وهو كما هو، لا يشعر أنه تقدم خطوة ولا زاد إيمانا، لا يشعر أنه اكتسب رقة قلب ولا دمعة عين ولا خشوع قلب وجوارح ولا استكانة ولا خضوعا ولا لذة بالقرب من الله. ثم يشكو، ما السبب؟ السبب أنه لو تبصر بحاله لوجد خوارم تلك التزكية حاضرة في حياته. صحيح أنه صائم طعاما وشرابا وجماعا، لكنه ربما كان مفطرا ببصره على الحرام، مفطرا بسماعه لما لا ينبغي، مفطرا بلسانه، واقعا في كذب وغيبة ونميمة وزور وإفك وبغي من القول، كل ذلك ممكن، واقعا بشيء من تلك المعاصي التي أفسدت عليه حلاوة الطاعة وأثر الصوم في تزكية النفوس. اسمعوا يا كرام، هذا باب مهم لا يلتفت إليه بعض الصائمين، فإذا اجتهد في رمضان صياما وقياما وقرآنا وتفطير صائمين وإحسانا إلى الخلق لا يجد أثرا لذلك في قلبه، ثم يسأل ما المشكلة ولا يلتفت إلى أنه ترك هذا الباب مفتوحا فتسلل إليه الشيطان، وإذا هو ما يزال يوقعه في الذنوب والمعاصي والسيئات والأوزار واحدة تلو واحدة وسيئة بعد أخرى، وإذا هو كما هو إن لم يكن قد رجع إلى الوراء خطوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تنبيه لهذا الأصل العظيم: من لم يدع قول الزور والعمل به، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هي بوضوح تام ليست صياما أجوف في شريعتنا معشر المسلمين، ليس إمساكا مجردا عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، فرب صائم بفمه وفرجه عن الطعام والشراب والجماع مفطر ببصره ولسانه وسمعه على كثير من المحرمات. وفي مثل هذا يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. قول الزور قيل كل باطل من القول، ويدخل فيه الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور، والعمل به كذلك كل باطل ولغو من الفعل الذي لا يليق بمسلم ولا ينبغي له ارتكابه. من لم يدع ذاك، قال، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لتدرك أن القضية ليست مطلبا لتجويع البطن ولا لمحاربة النفس عن شهواتها المباحة من الطعام والشراب والجماع فقط. نعم، هذا أحد الجانبين، والآخر أن تلتفت إلى قلبك، أصام مع بطنك؟ هل حضر صيام القلب مع صيام البطن والفرج؟ هذا مدخل مهم يا كرام. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
هل معنى هذا أن صومه لاغٍ وأنه قد أفطر وعليه القضاء؟ الصحيح الذي عليه جماهير الفقهاء كافة ليس كذلك، صومه صحيح وإن أفطر بلسانه أو بصره أو سمعه على الحرام والمعاصي، طالما أمسك عن الطعام والشراب وأدى الهيئة الظاهرة للعبادة فصومه صحيح شرعا مجزئ تبرأ به الذمة ولا يطالب بقضاء ولا كفارة. من حيث الإجزاء صومه مجزئ، لن يكون مفطرا في أيام رمضان بتلك المفطرات المعنوية، وقد صام صوما صحيحا بالهيئة الظاهرة للعبادة. ولكن ليس هو الصوم الذي يثمر تزكية النفوس، ليست هي العبادة التي تحقق أثرها في قلوب العباد، فإن لكل عبادة يا كرام ثمرتان، كل عبادة، صلاة وصيام وزكاة وصدقة وبر والدين وصلة رحم وإحسان وذكر، كل عبادة في عباداتنا معشر المسلمين لها أثران في حياة العباد. أول الأثرين حصول التلذذ بالعبادة والاستمتاع بها والأنس بها، هذا أثر لا بد أن يكون موجودا، فإن لم يوجد فعندي مشكلة وعندك مشكلة. إذا كانت العبادة لا زالت تؤدى بثقل وتكاسل أو حركات آلية مجردة لا روح لها ولا طعم ولا لذة، فعندنا مشكلة، لأن للعبادة حلاوة ولا بد ولذة ولا بد، من لم يطعمها فعنده مشكلة. ولذة العبادة لأنها اتصال لقلب العبد بربه وخالقه الذي نفخ فيه من روحه، فيجد معنى الاتصال والأنس ولذيذ المناجاة والقرب من الله، يفرح لأنه أدى عبادة تقربه إلى ربه، يفرح لأنه أدى طاعة ترضي ربه وخالقه، يفرح لأنه صنع شيئا يحبه ربه وخالقه. وأما الأثر الثاني فهو آثار تلك العبادات في نفوس العباد، في الصوم قال لعلكم تتقون، في الصلاة قال تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن لم تبلغ عبادته تحقيق الأثر فهو أيضا إنما اقتصر على الهيئة الظاهرة للعبادة. خلاصة القول معشر الصائمين، صومنا عبادة عظيمة والله في ميزان الإسلام، أحبها الله وافترضها على العباد، ولم يكن والله قصد الشريعة من فرض الصوم اختبارا للعباد على قوة التحمل للجوع والعطش، ليس الصوم في شريعتنا معشر المسلمين تجويعا للعباد وإنهاكا لهم بالجوع والظمأ والعطش، حاشا والله وتعالى الله عن ذلك. لو كان الصوم اختبار قوة لتحمل الأبدان على الجوع والعطش لاستوت فيه معنى البهائم يا بني آدم، وبعض الحيوانات أشد تحملا، والجمل وهو دابة عجماء يمسك عن الطعام ويحتمل الجوع والعطش أضعاف ما يحتمله ابن آدم، أيقال عنه صائم؟ أيتحقق فيه معنى الصيام؟ يا قوم، الصوم شيئان، هيئة ظاهرة إمساك عن طعام وشراب تكون طريقا لإعمار القلب بتقوى الله عز وجل، ومن لم يلتفت إلى هذا فقد أدى عبادة مبتورة بتراء ناقصة، شطرها الآخر غائب، حضور حظ القلب من الصوم. فكلما صام أحدكم يوما وتقرب إلى الله بصيامه ذاك ورجى أن يكون من المقبولين، التفت إلى قلبه وجاهد نفسه ألا يقع قلبه في شيء من المعاصي والذنوب والخطايا، وألا تقترف جوارحه بصرا وسمعا ولسانا ويدا ورجلا، ألا تقترف شيئا مما يعد إفطارا معنويا، إفطارا على حرام، التفاتا إلى ما لا ينبغي، تخطو قدماه إلى طريق لا يحبه الله، تمتد يداه إلى أمر حرمه الله، تقع عيناه وسمعه ولسانه في شيء من المحرمات التي نهت عنها الشريعة، هذا إفطار معنوي. وإن أفطر صاحبه لكنه ما زال ممسكا عن الطعام والشراب، هذا ثالث البوابات والمداخل التي ينبغي على الصائمين العناية بها والالتفات إليها لتحقق عبادة الصيام أثرها في تزكية النفوس معشر الصائمين. فرب صائم قائم زكي النفس طيب القلب ترى أثر الصوم عليه في أول أيام رمضان، وكلما تقدمت الأيام في الشهر المبارك ما وجدت نفسه إلا ازدادت زكاء وطهارة ونماء.
طوبى والله لعبد كان الصوم تزكية لقلبه، تنمية لفؤاده، تطهيرا لروحه. رب صائم جاهد في صومه في طريق الذنوب والمعاصي، فما وجد الشيطان إليه طريقا في رمضان مع الصيام والقيام، ما وجد سبيلا إلى ما كان يجده منه عادة. فذنوب الأمس قد ابتعد عنها، والخطايا قد هجرها، هو لن يكون معصوما أجل، ولكنه أقل ذنبا ومعصية وخطيئة، لأنه قد دخل حصن الصيام واحتاط، وقد أغلق الأبواب والتفت. فإذا بالصيام في رمضان مع القيام والقرآن والدعاء، وإذا بها عبادات رقت لها القلوب وذرفت لها العيون وخشعت لها الأبدان، فيعيش العبد حقيقة حلاوة الطاعة ولذة العبادة. وهذا الذي يجده كثير من الصائمين بحمد الله، يجد أحدهم لنفسه خفة في الطاعة وإقبالا ونشاطا ورقة قلب وحضور دمعة أسرع مما يجده في غيره من سائر أيام العام. ومرد ذلك والعلم عند الله إلى ما تقدم إراده من الأسباب الثلاثة المجتمعة: الصوم في ذاته تزكية للنفوس، والعبادات المرادفة له في رمضان تزيده تأثيرا لتزكية النفوس، وإغلاق الأبواب الموانع التي تحول بين تلك الآثار وحصولها في تزكية النفوس. وكلما اجتمعت هذه الأمور الثلاثة أتم، كان حصول التزكية في نفس صاحبها أكبر، وكلما نقص بحسبه. فطوبى لعبد وجد معنى الصوم وحلاوته وأثره، فأقبل يغترف من هذا البحر الكبير. وإذا هو بعد رمضان عبد أكثر صلاحا وأتم تزكية لنفسه، قد صحح طريقه وعرف مساره إلى الله. وإذا هو بعد رمضان حقيقة عبد يختلف عما قبله. في آيات الصيام ذكر الله التقوى في مطلع السياق وفي خاتمته، قال في أوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي خاتمة سياق الصيام: وقد تقدمت أحكام الاعتكاف وأحكام الإفطار والكفارات وسائر ما يتعلق برمضان، قال الله عز وجل: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فحفت أحكام الصيام في سورة البقرة في سياقها بين آية مفتتحة ختمت بتقوى الله، وآية ختمت أيضا بالحديث عن الحث على تقوى الله عز وجل: لتدركوا أن عبادتكم أيها الصائمون عبادة تورث التقوى ولا بد، ولكن لمن دخلها من بابها وأتى إليها وعرف طريقها وحذر من تزيين الشيطان وانتبه إلى مداخله الخفية فأغلق دونه الأبواب، فعندئذ سيصل إلى مراده ومبتغاه بإذن الله جل وعلا. صوموا عباد الله صوما يحقق تقواكم لله، وسلوا الله في صيامكم أن يرزقكم تقواه وتزكية نفوسكم. وفي دعوات المصطفى عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فانظروا كيف ربط بين التقوى وتزكية النفس لتدركوا أنهما شيئان متلازمان لا ينفكان، فكذلك صيامكم ينبغي أن يورث تزكية النفوس. اللهم فإنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم أعنا على الصيام والقيام والقرآن وسائر العمل الصالح الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك
بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبينا صلى الله عليه وسلم. ونسألك يا رب فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الكريم المنان بديع السماوات ذو الأرض ذو الجلال والإكرام، ونحن عبادك الفقراء الضعفاء المساكين المحاويج البؤساء. رباه إننا فقراء لكل خير أنزلته إلينا. اللهم فأغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، واختم لنا بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك عنا آمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغتنا هذا الشهر فلك الحمد، وأعنتنا على الصيام والقيام فلك الحمد. اللهم فكما بلغتنا هذه العشر فنسألك بجودك وفضلك ورحمتك ونعمتك أن تبلغنا فيها عفوك ورضاك يا أكرم الأكرمين، والعتق من النار يا ذا الجلال والإكرام. اكتبنا فيها يا ربي من السعداء الفائزين بالعفو والمغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا واعفو عنا، واعفو عن والدينا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، واعف عن والدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم عليك ببني صهيون فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وعاثوا في الأرض فسادا، فخذهم يا رب أخذ عزيز مقتدر، واكفناهم بما شئت يا حي يا قيوم. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم خالف بين كلمتهم، واجعل بأسهم بينهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستعين بك ونتوكل عليك، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ومن أرادنا يا ربي والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء تدور عليه يا ذا الجلال والإكرام. واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. احفظنا والمسلمين يا ربي بحفظك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بقي لكم في يومكم هذا معشر الصائمين دقائق معدودات، هي من أنفس أيامكم وساعاتكم ودقائقكم. آخر ساعة يوم الجمعة وقبيل غروبها وأنتم صائمون تنتظرون إفطاركم، فارفعوا أكف الدعاء إلى رب كريم يعطي ويرزق من يشاء بغير حساب، واسألوا الله العفو والعافية لأنفسكم وأهليكم وأولادكم، ولا تنسوا أمة الإسلام، ولا تنسوا كل قريب وحبيب، واسألوا الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم من واسع فضله وكرمه ما هو أهل له، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وأكثروا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واختموا بها جمعتكم هذه واجعلوا ختامها مسكا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك عليه، والحمد لله رب العالمين.